السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بتلاميذ الصف الخامس الابتدائي، إن شاء الله هناخد تربية دينية إسلامية الفصل الدراسي الأول. بالتوفيق إن شاء الله يا أبنائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم في منهج التربية الدينية للصف الخامس الابتدائي، إن شاء الله هناخد مع بعض يا أولاد تربية دينية إسلامية الفصل الدراسي الأول. بالتوفيق، تابعوني إن شاء الله في مجموعة فيديوهات كده هنزلها بإذن الله، هيبقى فيها بإذن الله كل حاجة خاصة بالفصل الدراسي الأول للتربية الدينية الإسلامية. الدرس الأول اللي عندنا إن شاء الله هيبقى اسمه سنابل الخير. طب في سنابل الخير محتوى الدرس هيبقى عبارة عن إيه؟ يعني الدرس دوت هناخد فيه كام نقطة؟ أول حاجة هناخدها حكاية جميلة جدا بين واحد اسمه عبد الله مع أبيه عبد الرحمن. وبعدين هناخد حديث شريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لما تسمعوا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم. وهناخد آيات من سورة البقرة، هناخد الآية من 261 إلى 263. وبعدين إن شاء الله هناخد تدريبات كتاب المدرسة وهنحلها مع بعض في الفيديو ده بإذن الله. بالتوفيق يا أبنائي. حكاية عبد الله مع أبيه عبد الرحمن. في ولد اسمه عبد الله وأبوه اسمه عبد الرحمن. طب حصلت بينهم حكاية جميلة، تعالوا ما نحكيها مع بعض. قول عبد الله عندما وقف مع أبيه عند طرف الحقل: ما شاء الله يا أبي، القمح جميل والمحصول يبشر بالخير. يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ في ولد اسمه عبد الله في سن حضراتكم كده، عنده تقريبا أو في سنة خمسة، عنده ما يقرب من 10 سنوات أو 11 سنة. لما وقف عند طرف الحقل يعني بداية الحقل قال ايه؟ قال ما شاء الله يا ابي. وهي دي المقولة اللي لما الانسان يشوف فيها حاجة من صنع الله او حاجة جميلة جدا يقول ما شاء الله، يقول ايه؟ ما شاء الله. قال القمح جميل والمحصول يبشر بالخير، يعني المحصول وفير وهيجيب لهم خير كتير. الاب رد عليه وقال له، وقال له: الحمد لله، هذا نتيجة جهدنا واخلاصنا وثمرة انفاقنا في سبيل الله وعطفنا على الفقراء. يعني ايه؟ لما انسان ربنا ينعم عليه بنعمة لازم يقول الحمد لله. يبقى انتوا اتعلمتوا النهاردة مقولتين جميلتين جدا، لما تشوف حاجة جميلة وحاجة رائعة تقول ايه؟ ما شاء الله. ولما ربنا سبحانه وتعالى يديك خير قول الحمد لله. طيب الخير ده ربنا سبحانه وتعالى بيديهولك ليه؟ عشان انت انسان اجتهد، عندك اخلاص، وده كمان نتيجة ثمرة، يعني نتيجة انفقنا في سبيل الله وعطفنا على الفقراء. الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدولك عشان يختبرك. انت عملت مجهود واخلصت لله فربنا سبحانه وتعالى اداك الخير الكثير ده. طب انت مطلوب منك تعمل ايه في الخير ده؟ لازم تنفق في سبيل الله وتعطف على الفقراء. لو عملت ده ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك في الرزق اللي بيديهولك. يبقى احنا كده في المحتوى الاول او في الجزء الاول اتعرفنا على قصة جميلة جدا حدثت بين عبد الله وابيه عبد الرحمن، وخدنا مقولتين في منتهى الجمال: لما نشوف حاجة رائعة نقول ما شاء الله، ولما ربنا يدينا خير نقول الحمد لله. وبعدين مش بس كده، الخير ده مش بتاعنا لوحدنا، ده ربنا مدهولنا اختبار علشان نعطف على الفقراء والمساكين وننفق في سبيل الله. طب يعني ايه انفاق في سبيل الله ده؟ تعالوا مثلا نشوف الحديث ده ونشوف معناه ايه. هناخد حديث شريف عن انس ابن مالك، وده من الصحابه والحديث هيتحفظ، يا ريت ترددوا ورايا الحديث عشان تحفظوه. عن انس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. رواه البخاري. الحديث ده رواه لنا او ادهولنا انس ابن مالك. انس ابن مالك ده كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيخدمه ببيته وقعد معاه في المدينة 10 سنوات. فبيقول سمعت الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم الحديث ده.
ان اي مسلم، ما من مسلم يعني اي انسان مسلم، يغرس غرسا يعني بيزرع زرع يا جماعة، او يحط نبتة في الارض كده في بذور مثلا، فهو حط البذور دي في الارض ورواها بالمية، او يزرع زرعا زي الفلاح ما بيزرع. طيب ايه النتيجة؟ لو اكل منه مين بقى؟ الطير بتاع السماء، اي طير معدي راح واكل من الزرعة اللي انت زرعتها او غرستها دي، او الانسان هياكل منها بعد ما بيلم المحصول، او اي بهيمه زي بقره، جاموسه، الاغنام، الابل اللي هي الجمال يعني، الحمير، الا كان له بي صدقه، يعني هتاخد عليه اجر صدقه كانك طلعت صدقه في سبيل الله. يبقى اذا مجهودك ما بيضيعش، ربنا سبحانه وتعالى بيديك على كل عمل بتعمله اجر وثواب عظيم جدا، فانت هتاخد كانك تصدقت في سبيل الله. لو انت زرعت زرعه او غرست اي غرسه، يعني لما تلاقي مجموعه بذور كده، هات كده طبق وهات مجموعه كده مثلا شويه قطن، او هات حتى شويه تراب ويخلطهم بالماء كده، اعمل شويه طينه وازرعهم وحطهم في البلكونه كده، فيطلعوا ما شاء الله يطلع زرع اخضر جميل جدا. فلو عض الطائر راح واكله كله، او انت مثلا زرعت حلبة وهي بتطلع كده عود اخضر جميل، والعود ده بيبقى صحي الانسان ممكن ياكله انت واخواتك تاكلوهم، او انت زرعت نبتة جميلة كده فطلعت عود اخضر، رحت مثلا مديها القطة او مديها الكلب او اديتها لحمار مثلا في الطريق، فلو عملت كده هيكون لك صدقة كأنك تصدقت في سبيل الله. طب كلمة في سبيل الله يعني ايه يا جماعة؟ يعني من اجل الله سبحانه وتعالى. ربنا لما جه رزقني وخلاني انا غني، كان في غيري فقير. طب هو ليه ربنا افكره؟ علشان يدي الغني اختبار ان فلوسك دي مش بتاعتك لوحدك، يا ريت تساعد بها مين؟ اخوك الفقير. هو ده اسمه في سبيل الله. او ان انا اعمل عمل ومش محتاج من حد الشكر، او ان هو يديني جايزه، انا بعمل عمل لله، فانت كده بتنفق في سبيل الله. مثلا بحط فلوس في المسجد علشان تساعد فقراء، اسمه في سبيل الله. ساعدت واحد فقير مش لهدف، مش عشان يدعي لك او علشان خاطر في مصلحه بينك وبينه، لا، انت اديته كده في سبيل، يعني بتطلب الاجر من الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا خدنا حكايه جميله بين عبد الله وابيه عبد الرحمن، وخدنا حديث شريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث يا جماعه حفظ. ثالث محتوى معانا ايات من سوره البقره، قول الله تعالى، وطبعا هي موجوده في المصحف، فحضراتكم تطلعوها وتحفظوها، من 231 ل 200، من 261 ل 263. يا ريت نحفظهم يا اولاد ونقعد نكرر الايات كتير، 261 لغايه 263، تطلعهم من سوره البقره وتقعد تحفظ فيها لغايه ما تستلم الكتاب ان شاء الله. هنقرا برضو مع بعض علشان خاطر تحفظوه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. آيات من سورة البقرة يا جماعة تحثنا، يعني بتشجعنا على الإنفاق في سبيل الله. تعالوا ناخد بعض المعاني وناخد الآيات دي بتدعونا لإيه. في بعض المعاني يا جماعة بنقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين انتوا لما بتنفقوا في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله ده يشبه الحبة. طب هي الحبة دي حاجة كتيرة؟ تعالوا نشوف الحبة دي هتطلع ايه. أنبتت سبع سنابل، الحبة لما بنحطها في الأرض يا جماعة، حبة القمح، بتطلع سبع سنابل، يعني الفرع الواحد بيطلع فيه سبع فروع، سبع فروع اللي هي الفروع اللي بتبقى ايه؟ خارجة من الصاج دي. في كل سنبلة 100 حبة، ياه، يعني الحبة الواحدة مطلعة يا جماعة سبع سنابل وكل سنبلة 100، يعني 700، يعني أكن المولى سبحانه وتعالى بيقول لحضرتك إن الجنيه بيبقى ب 700 جنيه. ياه،
مين بيدي الاجر العظيم ده غير الله سبحانه وتعالى؟ ومش بس كده، والله يضاعف لمن يشاء. يعني مش لازم ربنا سبحانه وتعالى يديك ال 700، ممكن الجنيه ده هيطلع 7 جنيه عند ربنا سبحانه وتعالى هيبقوا 700. ازاي بقى؟ ما هو انت بتاخد على الحسنه 10، صح كده؟ فسبحان الله، في كل سنبله 100 حبه، يبقى السبعه تضربها في 10 ب 70، و70 في 100 ب 7000، هو اللي ب 700، صح ولا غلط؟ 700 70 في 100 ب 7000. بس سبحان الله، هو الجنيه بسبعه، وتضرب السبعه دي في 10 يعني ب 70. والله يضاعف لمن يشاء، يعني ربنا سبحانه وتعالى ممكن يضاعف لك الاجر ده. ال 700 يخليهم لك 1400، وال 1400 2800، وال 2800 5600، صح؟ ربنا سبحانه وتعالى فضله واسع، يضاعف يعني يعطي الضعف. المولى سبحانه وتعالى يا جماعه ممكن يديك اكثر من الضعف كمان، لان الحسنه ب 10 يا جماعه. المن الفخر على من اعطيته، هو قال ايه في الايه؟ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. يعني بعد ما تساعد الفقير وتديله فلوس، ما تفتخرش بقى عليه، ما تقولوش بقى ايه، انا اللي جبت لك الجلابيه دي، انا اللي جبت لك الايه الحاجه دي، انا اللي تقول لزميلك مثلا انا اللي مديك القلم ده. ما تفتخرش على حد، انت اعطيت في سبيل الله اطلب الاجر من الله بقى، مالكش دعوه باللي انت اديته ده، فما تمنش عليه وتفخر عليه. الاذى الضرر، ما تاذيش حد، ما تاذيش حد. معاك انفق في سبيل الله، معاكش قول كلمه طيبه. يبقى الايات اللي قرناها من شويه بتاع سوره البقره دي يا جماعه ادتنا حلول في منتهى الجمال. اولا تحثنا على الانفاق في سبيل الله، اوضح الله ثواب الانفاق في سبيله وثواب الصدقه ومضاعفه الثواب لمن يشاء. ربنا سبحانه وتعالى قال لك اللي هينفق في سبيل الله هياخد يعني زي الحبه، هياخد الجنيه ب 700 جنيه. ومش بس كده، والله يضاعف لمن يشاء، يعني يعطي الضعف. الضعف ثواب الصدقه ثواب عظيم جدا. ومش بس كده، ومضاعفه الثواب لمن يشاء. ربنا قادر على كل شيء، وهو اضرب حال اللي منفق في سبيل الله ده. كل ما تنفق اكثر، كل ما ربنا يديك ثواب اكثر. الآية كمان يا جماعة فيها شروط قبول الصدقة. يا ترى كل واحد بيطلع فلوس أو يطلع أي صدقة، كلمة صدقة هنا مفتوحة يا جماعة، مش لازم فلوس بس. أنت معاك مثلا ملابس تانية مش عايزها، عندك ملابس مش عايزها، ممكن تديها للفقير، بس يكون حريص إن هي ما تكونش مقطوعة. يعني أنا لو عندي ثوب مثلا قديم، والثوب ده كان مقطوع وما بلبسوش، أعمل إيه؟ خيطه وبعدين اغسله وكويه وخلي شكله حلو كده ويديه للفقير، مش حرام؟ ده هو ده شروط قبول الصدقة. واحد، أن تكون لوجه الله. يعني ما تديش الناس فلوس علشان يقولوا عليك أنت إنسان كريم، لا، أنت بتعمل لوجه الله. ولا تفخر بها على من أعطيته. اللي تديله فلوس ما تقولوش إيه، أنا اللي مأكلك، أنا اللي مشربك، أنا اللي ملبسك، أنا اللي مسكنك، لا، اديله ومالكش دعوة. اوعى تفتخر عليه في يوم من الأيام، اوعى تقول له أنا اللي بديك، أنا اللي بصرف عليك، ما تقولش كده. يبقى الصدقة تكون لوجه الله، مش عشان الناس تقول عليك كريم. وما تكلمش مع الفقير، ما تفخرش عليه، ما تفخرش عليه. طب أجر المتصدق، افرض أنا طلعت الصدقة دي في سبيل الله وأنا ما لم أفخر على من أعطيته ولم أفخر على الفقير، ربنا هيعمل معايا إيه؟ هيديك ثواب عظيم جدا، ياه، وثواب الله طبعا لا يعلمه إلا الله. وهيديك مغفرة، يعني يغفر لك ذنوبك، والسعادة في الدنيا والآخرة. يا جماعة اللي بينفق في سبيل الله بيشعر بالسعادة لأنه بيعطي، والإنسان المعطاء ده اللي بيعطي غيره فعلا بيحس إنه القيمة في المجتمع. أنت ساعات تقول لنفسك إيه؟ أنا ما بعملش حاجة، أنا حاسس إن أنا ماليش قيمة. أنت لما بتيجي تطلع الصدقة في سبيل الله غيرك بياخدها وينتفع بيها، بتحس بقيمتك وبتحس بقيمة عملك في المجتمع. مش بس كده، طب انا مش معايا فلوس بقى، ايه الحل التاني اللي الايه قالته لنا؟ قالت عليه الكلمه الطيبه، مس اللهم يسر لك خير من الصدقه مع الايذاء. يبقى انا دلوقتي قدامي حلين، لو معايا فلوس وعايز اطلع في سبيل الله اطلع في سبيل الله. ليه؟ علشان انا بطلب من الله الثواب العظيم، وبطلب منه المغفره والسعاده في الدنيا والاخره. فربنا سبحانه وتعالى باذن الله هيديك الاجر العظيم ده، بس بشرط الصدقه تكون لوجه الله وما تفخرش على من اعطيته. طب ولو انا مش معايا فلوس او معايا فلوس بس مش عايز ادي الفقير ده، اعمل ايه؟ قول له كلمه طيبه زي كلمه الله يسهل لك او اللهم يسر لك. يبقى احنا في الدرس الجميل ده اتعلمنا حاجات كتير قوي يا جماعه، لو حبينا نجمعها كده هتطلع كتير قوي. لما اشوف حاجه جميله اقول ما شاء الله، ولما ربنا يديني خير اقول الحمد لله،
ولما اشوف حد فقير ومش قادر اديله فلوس ما تسيبوش، قول له كلمه طيبه: اللهم يسر لك، اللهم يسر لك. اما الاعمال الصالحه اللي انت بتعملها في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى هيديك عليها اجر عظيم جدا باذن الله. التدريبات من كتاب المدرسه. اول سؤال عندكم اسمه: ما الحكمه من ختام الايه الاولى بقوله تعالى والله واسع عليم؟ يعني المولى سبحانه وتعالى لما جاء في الايه الاولى من سوره البقره اللي هي ايه، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء، قال بعدها والله واسع عليم. ليه ربنا سبحانه وتعالى ختم الآية دي بقوله تعالى والله واسع عليم؟ تشجيع المؤمنين على التصدق لوجه الله، عشان ما حدش يقول ايه يعني هو معقول ربنا هيدي على الجنيه 700؟ ربنا سبحانه وتعالى يا ابني واسع عليم، يعني رزقه كثير وواسع ومتسع وعليم بحال المتصدق. يبقى بيشجع المؤمنين على التصدق لوجه الله، لان ربنا هو اللي عليم، يعني هو اللي عارف انت مطلع الفلوس دي ليه، عشان يتقال عليك كريم ولا لوجه الله. فهنا بتشجع المؤمنين على التصدق لوجه الله. صف شعور الفقير عندما يرى الغني ينفق باسراف وهو لا يجد ما ياكل. تخيلوا بقى يا جماعه، واحد فقير شاف واحد غني عمال ينفق باسراف ويصرف بالملايين، والفقير ده يعني مش لاقي حاجه ياكلها، هيبقى في سلوك سيء هنا، يحس بالحقد والكراهيه نتيجه الحرمان. ده مش بعيد يقعد يدعي على الغني ده كمان، صح؟ هيدعي عليه مش هيدعي له، يبقى هيبقى حاقد من جواه عليه، هيكرهه لان هو محروم مش لاقي حتى ياكل. رقم 3 و4 و5 ده نشاط، يعني عباره عن اسئله انت جاوب عليها اي اجابه براحتك مفيش مشاكل منها يعني. 6، كيف يحافظ الزارع على نظافة البيئة؟ الآية زي ما انتم شفتوا الحديث فيها ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرع، تكلم عن الزرع، وربنا سبحانه وتعالى شبه اللي بينفق في سبيل الله بالحبة، يعني الموضوع ليه علاقة بالزراعة. فهنا الرجل المزارع ده ازاي يحافظ على نظافة البيئة يا جماعة؟ ينقل المخلفات الزراعية للأماكن المخصصة ولا يحرقها حتى لا يلوث البيئة. ربنا أنعم عليك واداك محصول وفير جدا، ما تجيش انت بقى تاخد الثمار بتاعته وتمسك الاعواد العود يعني بتاعها ومخلفاته وبقايا الزراعه دي وتروح ماسكها حرقها، ما انت كده بتلوث الايه؟ بتلوث البيئه وبتلوث الهواء وبتلوث التربه، ممكن تلوث المايه كمان، صح ولا غلط؟ لان الحاجات اللي بتتحرق دي هتتطاير في الجو وهتنزل فين؟ في الميه، فهتبقى مؤذيه. فانت بتنقلها في اماكن محدده كده لمخلفات الزراعه، وبعدين هم بيستفيدوا منها بعد ذلك، ما نحرقهاش بقى، هم بيحولوا المخلفات الزراعيه دي لسماد للتربه، يعني عباره عن فيتامينات للتربه يا جماعه. السؤال السابع: بماذا يكافي الله المتصدق؟ لو انا تصدقت لسبيل الله ربنا هيديني ايه؟ لسه قايلينها في الايه؟ قلناها في الدرس، بالثواب العظيم ومضاعفه الحسنات والسعادة في الدنيا والآخرة. ربنا هيديك ثواب عظيم جدا، يعني أجر كبير قوي، هيضاعف لك الحسنات. الجنيه مش بالجنيه يا جماعة، الجنيه ب700 جنيه، والسعادة في الدنيا والإيه والآخرة. لأن احنا قلنا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيشبهه بالحبة، الحبة لما تنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يبقى 7 × 100 = 700. وبعدين والله يضاعف لمن يشاء، يعني ربنا أضرب حالك. ندي مثلا مثال بسيط قوي، أنت معاك 2 جنيه فطلعت منهم جنيه، ده انت مطلع نص مالك. ربنا سبحانه وتعالى فضل واسع قوي، ممكن ما يدكش 700، ممكن يديك 1400. طب انا معايا 2 جنيه بس، انا الحمد لله مش محتاج دلوقتي فلوس، يعني خلاص مروح البيت وده كان مصروفي ومش هشتري بيه حاجه وكده كده هاكل في البيت، ولقيت واحد فيه رحت مديه 2 جنيه، يا ده انت اديته مصروفك كله. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يديك 2800 و5600 وكتير بقى. اقعد امسك الرقم 700 ده واقعد تضرب في 2، ضاعف 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 ضاعف. طب ماذا يحدث اذا؟ هنا بقى مواقف، تعال نشوف هيحصل فيها ايه. بخل الغني بماليه على الفقراء. تخيل واحد غني بخيل وما رضيش يساعد الفقراء، لسه قايلنا في الدرس برضه ايه اللي يحصل؟ لا يبارك الله له في ماله، ربنا مش هيبارك له في ماله، مش بس كده الفقير هيحقد عليه لانه محروم. تراحم الناس فيما بينهم، تخيلوا يا جماعه لو كل الناس رحمت بعضها، ماذا يحدث اذا؟ تراحم الناس فيما بينهم، يرحمهم الله وينشر بينهم السعادة في الدنيا والآخرة. ربنا يرحمنا ويخلي بيننا وبين بعض سعادة في الدنيا والآخرة. أنفقنا من أموالنا في سبيل الله، طلعنا الفلوس بتاعتنا بعضها في سبيل الله، يعني في عمل الخير.
يبارك الله لنا في أموالنا ويعطينا الثواب العظيم ويضاعف الحسنات بإذن الله. تكفل كل غني بفقير يطعمه وينفق عليه. كلمة تكفل يعني رعاية، يعني كل واحد غني يرعى واحد فقير ويطعمه وينفق عليه. تخيلوا بقى، بصوا يا جماعة، السؤال الأولاني غير الرقم ده خالص، ألف غير دال. هتختفي كل مظاهر الحرمان وهنشعر بالسعادة في الدنيا والآخرة، وربنا هيبارك له في ماله فعلا. تختفي مظاهر الحرمان، مش هيبقى في حد فقير، وهنشعر كلنا بالسعادة في الدنيا والآخرة. أعطى الأغنياء الصدقات للفقراء ثم عيروهم او اذوهم، اللي احنا قلنا عليها المن والاذى دي، يعني بيفتخر بيه عليه، يقول له انا اللي ماكلك انا اللي مشربك. طب ده ربنا يقبل منه ده؟ لا يقبل الله منه، ربنا مش هيقبل منه. ان شاء الله يطلع مليون جنيه، مش هينفع ربنا يقبل منه، لان بيأذي الفقير، وربنا ما عملناش بكده. قال لك اعطي ولا تؤذيه. طب انا مش عايز اعطي. خلاص يا اخي قول له كلمه طيبه. يبقى اذا الفقير لا محدش يسيب الفقير، الفقير لا يترك. الفقير يا اما تديله وما تفخرش عليه والمال يكون مال حلال، يا اما تقول له كلمه طيبه. اختر السلوك الحسن. يا ترى ايه افضل سلوك في السلوكيات دي؟ اذا سالك سائل، لو جه حد سالك، واحد بيقول لك لو سمحت انا طالب منك مثلا خدمه، انت تعمل ايه في الموقف العظيم ده؟ هتسجره يعني تنهره تقول له امشي، تعيره تقول له ما نديتك قبل كده، ولا تعطيه ما تقدر عليه؟ ايه السلوك الحسن في دول؟ تعطيه ما تقدر عليه، اللي انت تقدر، اللي ربنا يقدرك عليه، ان شاء الله يكون ربع جنيه حتى. اذا زرت الحقل تقول ايه؟ احنا قلنا لسه من شويه في الدرس، الحقل ده حاجه جميله وفي رزق الله سبحانه وتعالى، يبقى اقول كلمه ما شاء الله، صح ولا ايه يا اولاد؟ استغفر الله، اعوذ بالله، ولا ما شاء الله؟ هقول ما شاء الله. طب اذا رزقك الله تقول ايه؟ واحد ربنا رزقه، طبعا شيء طبيعي هقول الحمد لله. الحمد لله ولا سبحان الله ولا تبت الى الله؟ طبعا هقول الحمد لله. ضع صح او خطا، كلمه طيبه ترد بها على السائل خير من صدقه مع ايذائه. الموقف ده بيقول لك ايه؟ يعني انا لو قلت كلمه طيبه لواحد، واحد بيسالني فقلت له ربنا اللهم يسر لك او ربنا يسهل لك، ده افضل من ان انا اديله صدقه مع ايذائه؟ طبعا، لان انت لو اديته صدقه واذيته ربنا ما بيقبلش منك، بس هيقبل منك الكلمه الطيبه. يبقى دي طبعا اجابه صحيحه. طب زميل لك يعاير زميله بمعروف قدمه له، واحد طلب من زميله يديله قلم، فراح مديله قلم يكتب بيه، وبعدين زميله طلب منه طلب تاني، قال له يا اخي بقى ما كفايه بقى ما انا اديتك قلم، بيعيره يعني بيفتخر عليه بيمن عليه. طبعا ده سلوك سيء جدا، طبعا ده خطا. زميل لك يتصدق من مصروفيه على الزملاء الفقراء، واحد معاه مصروف كويس 5 جنيه، بس يعني في زمايله معاه في المدرسه فقراء معهمش فلوس، فهو قال ايه؟ انا هشتري حاجات ب3 جنيه وادي اصحابي دي الفقراء كل واحد جنيه، كتر الف خير، برافو عليه، سلوك حسن في منتهى الجمال، صح. زميل لك يشتم الشحاذ اللي هو السائل وينهاره، واحد بيسالك سؤال لو سمحت اديني يا ابن الله، امشي عنه من هنا، تنهره؟ تزعق له؟ كلمه ينهره يعني يبعده عنه، يقول له امشي، يسمعه كلمه سيئه، احنا قلنا ما تاذيهوش بقى، يبقى طبعا ده سلوك خطا. رجل يفتخر بصدقاته امام الناس، يعني يدي الناس ويقول لهم انا اللي ماكلكم وانا اللي مشاركم، طبعا ده سلوك سيء جدا، فدي اجابه خطا. في الختام ارجو من الله القبول وارجو لكم التوفيق والنجاح. انتظروا الدرس الثاني ان شاء الله قريبا، وذاكروا جيدا يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.